الميريا القائمة الثاني في هدف سيرجيو راموس. رونالدو يسجل، رونالدو يسجل هدفه 39 في الدقيقة الرابعة، ورونالدو يحطم الركس القياسي. أوزيل هيلة هيلة با 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 جول من أروع ما يكون التمريرة من كريستيانو رونالدو. الحكم خلى الأفضلية وسط كريم بنزيما، بنزيما دائما عنده الكرة يكتر هيلة من كريم با 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 هدف ثالث رايان با 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 ضاع دي بايور يسجل الهدف الرابع والمهرجان بدأ والهدف الثامن والتسعين لريال مدريد. إيمانويل أديبايور يسجل ثم نتلقى هيلة لكريم بنزيما في تسلل من قبل أتاكي عارف الحكم أرفع الراية أم لا؟ لا والهدف يحتسب، الحكم يحتسب هدف خامس لريال مدريد من كريم بنزيما. كم كانت التمريرة رائعة جدا. القائمة الأول يسجل الهدف 100 للريال هذا الموسم ويسجل هدفه الخامس. ادي بايور يسجل الهدف رقم 100 للريال بسرعه. رونالدو 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 الهدف السابع، الهدف السابع والهدف رقم 40 لكريستيانو رونالدو مع الريال. رونالدو انطلق يبحث عن اوزيل وكذلك خيسولو، رونالدو لخيسولو منح له هدية رونالدو لخسلو يسجل هدفه الثاني.